أحبائي، معكم يامن من فلسطين. ركزوا معي، خلفي على الجدار يوجد شعار أمام فندق الجدار. هذا الشعار هو شعار لفريق زي النار. من قوة هذا الفريق الطابة اخترقت الجدار. فريق اسمه فريق بالاستينو، تأسس هذا الفريق منذ عام 1920 في مدينة اسمها سانتياغو في تشيلي، واللي قام بتأسيس هذا الفريق هم مهاجرين هاجروا إلى بلد تشيلي قبل 100 عام. السنة هاي بصادف مرور 100 عام لتأسيس فريق يعتبر من أقوى الفرق في أمريكا اللاتينية. وركزوا معي منيح، هذا الفريق قام بزيارة لفلسطين قبل بضعة أعوام ولعب مع المنتخب الفلسطيني، ما بعرف مين فاز. وأنا من اليوم قررت إني أصير من متابعينه، أنتوا كمان بدنا إياكم تتابعوا فريق يفتخر بأنه فريق فلسطيني ودائما رافع اسم فلسطين لفوق، حاط خارطة فلسطين على خلف قميصه وعلى اللوجو تاعه حاط ألوان علم فلسطين. اللي بحب يشكر الفريق يشكره بطريقته الحلوة، يكتب كومنت تحت الفيديو ويعمل مشاركة للفيديو. انتو كمان ما تنسوا تعملوا مشاركة للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل الجرس علشان يصلكوا كل جديد. معكم يامن من فلسطين.